أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في تعريف النبي أنه الذي جاء بشرع من قبله، فكيف يكون آدم عليه السلام نبيا ولم يكن قبله شريعة نبي غيره؟ هذا بداية، هذا البداية، بداية النبوة، والكلام في الذين جاءوا بعد آدم، أما آدم فليس قبله نبي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.